هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في شرحكم في مقدمة ابن أبي زيد القيرواني ولا يجوز للإنسان صناعة المخترعات المدمرة والأسلحة الفتاكة للبشرية والأسلحة المهلكة للبشرية، وإنما يصنع الآلات المعينة المعينة على عمارة هذا الكون ونفع البشرية. السؤال يقول: كيف يكون توجيهكم في صنع الدول الإسلامية لبعض هذه المخترعات لتواجه الأعداء؟ لا، الأسلحة الفتاكة لا تجوز، أما الأسلحة التي يدافع بها وليست فتاكة فلا بأس بها. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل، فإعداد القوة على الوجه المناسب لا الوجه المدمر. نعم.